بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجلسة، الأخوات والإخوة الأفاضل، مع حفظ الألقاب والمقامات، السادة الصحافة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن نحتفل بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، إننا في حركة البناء الوطني نترحم على شهداء الجزائر ونعبر عن وفائنا لرسالة نوفمبر 1954 وامتناننا وتثميننا عاليا لكل قطرة دم رسمت حدود هذا الوطن ورسمت ثوابته وأعلت قيم الوطنية والمصالح العليا للوطن فوق العصبيات والجهويات. كما نحيي ونثمن الحراك الشعبي الذي يشكل مكسبا وطنيا في صورته السلمية والحضارية ويتطلع إلى ميلاد الجزائر الجديدة متمسكا بقيمه الأساسية وبمشروع مجتمعه الذي رسمه بيان أول نوفمبر. أهمها التمسك بالجمهورية النوفمبرية وتجديد مؤسساتها التي تستجيب لتطلعات جيل الاستقلال في إطار انتقال آمن وسلس للسلطة بين جيل التحرير وجيل الاستقلال. الحرص على الوحدة الوطنية التي جسدتها وطنية المسيرات ووحدة مطالبها السياسية، تعميق التلاحم بين الجيش بين الشعب وجيشه الوطني سليل جيش التحرير الوطني. رابعا، الاحتكام لإرادة الشعب السيدة والحرة التي يجب أن تترجمها انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة. خامسا، القطيعة مع كل ممارسات الفاسدة ومن يعبر عنها من شخصيات وكيانات عزلها الحراك الشعبي. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إننا في حركة البناء الوطني نرى أن الجزائر اليوم تقف أمام تحديات كبرى تفرض تحمل مسؤوليات تاريخية تتجلى في الاستعداد لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية ومخاطر الوضع الأمني في محيط إقليمي مضطرب عبر تعبئة الطاقات حول أولوية الراهن وتأجيل الاختلافات بين النخب الوطنية. ثانيا، التجاوب مع تطلعات الحراك الوطني ببناء جزائر جديدة بما يتناشى مع قناعاتنا المشتركة في تأمين الوطن والوفاء بالتزاماتنا اتجاه شعبنا. ثالثا، الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي الموضوعية والواقعية. الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي الموضوعية والواقعية بما لا يؤدي إلى فراغ في مؤسسات الدولة، لأن الفراغ في مؤسسات الدولة هو بداية خرق السيادة الوطنية. إننا جميع مطالبون أن نعمل من أجل إقامة جمهورية جديدة ضمن عملية سياسية عميقة وشاملة ترتكز على البرامج ثمرتها التداول الحقيقي على السلطة. لذلك في حركة البناء الوطني رافعنا منذ بداية الأزمة بضرورة التعجيل بالانتخابات الرئاسية التنافسية التعددية، وقد جعلنا هذا أحد أهم مطالبنا الأساسية، ليس لذات الانتخابات الرئاسية ولكن لكونها تعبر عن روح الدستور ومقاصده وتمثل قاطرة الإصلاحات التي يطالب بها الشعب والقوى السياسية. هذه الإصلاحات التي نعلم يقينا ما سيوضع في طريقها من عراقيل تجعلنا أولا نجدد تمسكنا بأهمية متانة الجبهة الداخلية عبر الحوار والتوافقات، نؤكد على ضرورة إبعاد البلاد على كل المناورات السياسية وحماية نسيجها الاجتماعي من محاولة الزج بعناصر الهوية في تجاذبات سياسوية بعيدة عن مضامين الحراك الشعبي. إننا في حركة البناء الوطني نتمسك بالدعوة للحوار الجامعي الذي نعتبر لقاءنا هذا لبنة هامة فيه. نعبر من هذا المنبر عن ارتياحنا إلى استجابة السلطة لعدد من مطالب
وإنما تقوم به أغلب الأطراف يعتبر خطوة إيجابية نحو انفراج الأزمة السياسية، لا سيما توفير الشروط الموضوعية والقانونية التي تسمح بإجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة عبر تعديل قانون الانتخابات وإحداث لجنة وطنية للانتخابات يجب أن تعطى لها صفة السلطة العمومية بديلا عن لجنة التي يرأسها الوزير الأول ووزير الداخلية. كما أننا نتطلع أن تكون الحملة التي تقيمها العدالة على الفساد مقدمة لتطهير البيئة السياسية، لأن أساس الفساد هو الفساد السياسي من الضغوطات التي مارسها المال الفاسد على المؤسسة الرسمية للدولة، والتي يجب أن لا تتكرم حماية للديمقراطية ولسيادة الشعب. كما أننا سنبقى نلح على أولية استرجاع الأموال المنهوبة بكافة الوسائل المتاحة لنعيد للشعب ثروته المغتصبة. وجدير بالذكر هنا أن نؤكد أنه يتوجب على الدولة المحافظة على المؤسسات التي أصحابها في حالة متابعة قضائية كإجراء احترازي، ونبقيها قائمة حتى نحافظ على مناصب الشغل كمكتسب وطني يدعم التنمية الوطنية. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن الحراك الشعبي الذي حرر الإرادة الوطنية إذا توج بإجراء انتخابات رئاسية وشفافة نزيهة سيكون له آثاره الإقليمية على المنطقة ودعم استقرارها، وحينها نفتخر بتصدير الجزائر لنموذج السلم والديمقراطية والعدالة والوحدة ومتانة تماسك الجبهة الداخلية إلى جيراننا والعالم العربي في وقت تلاعبت ببعض دوله أجندات أجنبية صدرت لها العنف والإرهاب ونهبت ثرواتها وصادرت حقوق وإرادات شعوبها. كما أننا في الجزائر الجديدة ندعو الجميع إلى إعادة بعث دبلوماسيتنا وعلاقاتنا الدولية وفق أجندة المصالح المتبادلة والندية في المعاملة، وإنهاء مرحلة التبعية واختراق السيادة، متمسكين بعلاقاتنا التاريخية وأولوياتها على أسس جديدة يجب أن يعيها الجميع، لأن المبادرة والقرار استرجع من الشعب ولا يمكنه أن يقبل بالتراجع في ذلك مرة أخرى. وأشكركم أيها الأخوة، وأستسمح السيد الرئيس على أنني أضفت 30 ثانية.